حرق للإطارات وإغلاق لبعض الطرق في طرابلس احتجاجا على قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. إعادة حالة القوى القاهرة على عمليات شحن النفط من مصفى الزاوية عقب تراجع الإنتاج في حقل الشرارة. قصف مدفعي يلحق أضرارا كبيرة بالمنازل في حي المدينة ومسجد الدرقاوية بدأ. أهلا بكم في العاصمة. أهلا بكم. شهدت بعض مناطق العاصمة طرابلس اليوم الثاني على التوالي احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق جديدة حيث أشعل المحتجون النيران في إطارات السيارات وأغلقوا كوبري غوت الشعال وطريق حي الأثار والتضامن. هذا ويقول المحتجون إن ساعات انقطاع الكهرباء تصل إلى 12 ساعة في بعض المناطق في طرابلس. هذا وأعرب المجلس البلدي حي الأندلس عن تأييده لحق المواطن في رفضه لسوء الخدمات خاصة تواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي. وطلب المجلس المواطنين بالتعبير عن حقوقهم والاعتصام في الميادين والساحات بشكل سلمي وحضري إلى حين حل كل الأزمات حسب تعبيره. المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي الذين نحملهم المسؤولية الكاملة، وإذ نؤكد على ذلك إن المجلس البلدي حي الأندلس وهو في حالة انعقاد دائم يراقب ويتابع مع مواطنيه مستجدات الأمور. مطالب المواطنين كالآتي: إقالة لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء فورا ومحاسبتها، احتراما للمواطن دعوة الحكومة للاستقالة الجماعية، الاستمرار في الاعتصام السلمي في الميادين والساحات لحين حل كل الأزمة. هذا وحذر المجلس خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس من احتقان الشارع الذي قد يولد انفجارا حسب وصفه، داعيا سكان طرابلس الكبرى للبدء في الاعتصام المستمر. أننا نحذر من أن احتقان الناس قد يولد الانفجار والذي سيكون بداية الشرارة لانتفاضة لا تبقي ولا تذر. انتفاضة تبدأ شرارتها من حي الأندلس الذين التزموا بتوصياتنا بالصبر وإعطاء الفرصة للحكومة التي حان وقت إسقاطها. ندعو جميع المجالس البلدية في ليبيا وخاصة طرابلس الكبرى الاقتداء بحي الأندلس وإعلان الاعتصام. مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء تلجأ معظم العائلات إلى الحدائق. بلدية طرابلس أعلنت عن إطلاق خطة لصيانة الحدائق وتهذيبها إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المكملة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أصبحت الحدائق العامة متنفسا حرا للكثير من قاطني العاصمة طرابلس، لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة وتزايد ساعات انقطاع الكهرباء. حديقة طريق الشط إحدى أكثر الفضاءات التي يقصدها المتنزهون، خاصة مع تنوع وسائل الترفيه داخلها ووجود ممرات لممارسة رياضة المشي. الجو اللي صاير في طرابلس هي هانية، أمن وأمان، ما عندناش قزي عداوة على بعضنا. طبعا قاميزة وتشبه في العائلات ما شاء الله مقامزين كلهم، ما فيش جو ما فيش حاجة تانية، يسرنا قزي خلاص عرفات نبو نستقره. بلدي طرابلس أعلن إطلاق خطة له، يقول إنها تضمن توفير المناخ المناسب أمام رواد المنتزهات، إذ تكمن مفرداتها في صيانة الحدائق وتهذيبها إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المكملة. بلدية طرابلس فيها 25 حديقة كبرى من غير منتزهات. هذه الكبرى جهد محتاج لشغل كبير، الإمكانيات ليست في المستوى المطلوب لكن مع هذا احنا نشتغلوا. فرحانين وسعيدين جدا بتواجد المواطنين في الأماكن هذه، يعني زي ما نشوفوا حاليا الكورنيش، وإن شاء الله حيكون فيه المصيف البلدي اللي قاعدين يشتغلوا فيه. هذه حتكون كلها منتزهات حتساعد في ترفيه المواطن. الجميع يعرف أن بلدية طرابلس مركز لا متنفس ليس لسكان البلدية فقط ولكن حتى لسكان البلديات المجاورة وأيضا للإخوة ضيوفنا اللي جايين من البلدية الثانية. جهود محلية حثيثة لكنها لم ترتقي إلى مستوى إرضاء المواطن الذي عبر بدوره عن ضعف الخدمات وتراجعها مقارنة بالسنوات الماضية. الحدائق موجودة لكن ما فيش اهتمام، ما فيش نظافة،
رواد، ما فيش قصدي مفروض يكون تو في ظل يعني الكهرباء اللي تنقطع باستمرار، مفروض منتزه منفس للعائلات، مفروض يكون في حتى مولد كهرباء للحدائق عامة باش الناس تبدا مرتاحة. الحدائق الحقيقة كما لا يوجد اهتمام إلا كان فيه مناسبة مثلا عيد معين، فزي ما تشوف توا يعتبر نوع ما هي كويسة، لكن الاهتمام المطلوب كعاصمة كمدينة كوجه للبلاد يعني ما مش على الوجه المطلوب يعني. مسطحات خضراء تستقبل زائرها وسط فرحة الأطفال وابتسامتهم لتكون استراحة عابرة من ضغوطات الحياة ومن جدران المنازل. وفي مدينتي إفرين وغريان استطلعت كاميرا النباء آراء بعض المواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. السلام عليكم ورحمة الله، نحن مدينة غريان نعاني من انقطاع المتواصل للكهرباء، ونحن مراعين لظروف الشركة العامة للكهرباء، لكن إن شاء الله تكون في حلول جذرية، وعلى المواطنين أنهم يعاونوا، والشركة عاد مش اللوم كله على المواطنين، يجب على الدولة أن تدير حلول جذرية وإن شاء الله ربي يهني البلاد. شركة الكهرباء لابد أن هي تراجع سياستها، لابد أن هي تكون تمتثل المكيال بمكيال واحد وليس بمكيالين، لابد أن هي تولي اهتمام للمدن اللي امتثلت لسياستها ولطرح أحمالها، لابد من تنمية المشاريع فيها، ولابد من معالجة هذه الخطر على ليبيا بالكامل. هل وزير التعليم هارب عليه الطي؟ هل وزير الكهرباء هارب عليه الطي؟ هل الناس المسؤولة هذه الوزراء هارب عليها الطي؟ لا باهي، لكن المواطن الغلبان هو يعني لازم، هو اللي تعب وهو اللي توا طلب. ناو عندنا طلبة أمس ما قدروش يقرأ، شوف أنت يعني الواحد دل فتيلة ودل شمعة وقعد يقرأ. بعض تعدي الأفراد على الممتلكات العامة وقطع الكهرباء وقطع الأسلاك وغيره، زيدها ذلك عدم وعي المواطن بترشيد الاستهلاك الكهرباء. أغلب المحلات الآن مقفلة صبح ساعة 7 و8 و9 مقفلة، ولكن الإضاءة من الليل موجودة فيه. ليش في أحداث معينة في يوم معين في برنامج معين يطلح الأحمال لمدة تتجاوز الـ4 أو 5 ساعات ولأكثر من مرة؟ ليش السبب؟ دائما نسمع عنه في الصيانات الطينة، نسمع عنه في الخنبة، دائما نسمع عنه. احنا ما شو احنا تايهين يعني بصراحة، يعني احنا والله ما عرفنا موضوعنا كيف الكهرباء، لازم يتوضح. مشاكل متعددة في اقتصادية ونزيدوها تاني طرح الأحمال هذه، ومع ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة يعني الناس تعبانة جدا، في 6 7 7 ساعات في تو. أنا سألت اليوم عندي قريب في طرابلس قال لي 11 ساعة مش مع. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عملية شحن النفط الخام من ميناء مصفات الزاوية النفطي بعد تراجع الإنتاج في حقل الشرارة إلى 125 ألف برميل. المؤسسة وفي بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أكدت أن تراجع إنتاج حقل الشرارة لا يكفي لتلبية متطلبات المصفاة ولا يسمح بتوفر أي فائض لتصدير. وحسب البيان فإن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أكد بأنه ستعطي الأولية للطلب المحلي على الوقود من خلال تحويل الإنتاج المتاح من حقل الشرارة إلى مصفات الزاوية. دعا المجلس الاجتماعي لقبائل التبو بمدينة توباري رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعاه إلى الاعتذار بشأن دعوته لقبائل التبو بإطلاق سراح مختطفين من حقل الشرارة واصفا تصريحاته بالباطلة. وأكد المجلس في بيان تحصلت النبع على نسخة منها الأربعاء أن عملية الاختطاف الأخيرة نفذت خارج نطاق مناطق تبو ولا علاقة للمدينة بها بأي شكل من الأشكال. ولفت البيان إلى أن المجلس سيزور مقر المؤسسة للمطالبة بمصدر هذه الأخبار، مؤكدين حقهم في تتبع مصدر المعلومة بالطرق القانونية وفق البيان.
في ذات السياق اتهمت لجنة أزمة الوقود والغاز من وصفته بأنهم مسؤولين أو مسؤولون على أعلى مستوى في البلاد دون أن تحددهم بالتورط في عمليات التهريب لتمويل أهدافهم ومصالحهم الشخصية. اللجنة وفي بيان لها نشرته على حسابها على موقع فيسبوك أكدت أن صمت الجميع على عمليات التهريب يهدف إلى زيادة معاناة الليبيين وخلق الأزمات، وانتقدت مواقف مجلسي النواب والأعلى للدولة والحكومتين في طرابلس والبيضاء لعدم قيامهم بإصدار أي بيان يؤكد رفض ليبيا لعمليات التهريب وترك اللجنة وحدها في مواجهة ما وصفته بالعصابات الدولية ودول بعينها. أفاد مصدر من مدينة درنا باستهداف ميليشيات الكرامة حي المدينة القديمة بقذائف مدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ببعض المنازل فضلا عن تضرر جزء من مسجد الدرقاوية بذات المنطقة. فيما وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات الكرامة بدرنا لإطلاق عمليات عسكرية لمحاولة التقدم صوب تمركزات قوة حماية المدينة بمحور وسط البلاد وفق ما أكده مصدر بالمدينة. وأكد المصدر للنبا اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوة حماية دارنا وميليشيات الكرامة بمحور وسط البلاد. في بنغازي أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لحظة تصفية عناصر من قوة التحريات العامة التابعة لميليشيات الكرامة لأحد جرحى القوات الخاصة يدعى عبد الملك الدريسي بعد إيقافه بأحد الطرق والرماية على سيارته. وبحسب لقطات الفيديو فإن سيارة الشرطة قدمت لموقع الحادث بعد لحظات من وقوعه ثم غادرت المكان. أشاروا إلى أن قوة التحريات العامة في بنغازي يقودها أشرف الفيلي. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. السماح لجميع طلبة الشهادة الثانوية راسبين بالدخول إلى الدور الثاني بغض النظر عن عدد المواد. أهلا بكم من جديد. قال عضو مجلس أعيان وحكماء الزنتان شعبان العمياني أنهم طلبوا وفدا من أعيان المنطقة الجنوبية التفاهم مع قبيلة المشاشية على إخلاء سبيل جميع المحتجزين لدى قبيلتي المشاشية والزنتان باستثناء المتهم الموقوف بأمر من النيابة لدى الزنتان. وأوضح العمياني في اتصالنا مع نبا إلى أنهم في انتظار رد قبيلة المشاشية على مبادرة وفد أعيان المنطقة الجنوبية محملا الدولة مسؤولية استمرار أزمة الاختطاف المتبادل بين القبيلتين. وأشار إلى أن القبيلتين ضحية لمتهم بجريمة قتل في طرابلس محتجز لدى الزنتان بأمر من النيابة العامة. هذا وطالب عبد القادر البصباصة شقيق أحد المختطفين من المشاشية عند الزنتان بإخلاء سبيل شقيقه في أسرع وقت ممكن نظير إخلاء سبيل مواطنين من الزنتان محتجزين لديه. وأشار البصباص في اتصال مع نبا إلى أن الخلاف القائم بين أبناء عائلة الجروة من الزنتان وأحد أبناء المشاشية
من المنطقة الجنوبية لا يمثل قبيلتي الزنتان والمشاشي. قال البسباس أنهم طالبوا الزنتان بالإفراج عن ابنهم دون الخوض في تفاصيل الخلاف بين القبيلتين. من جانبه قال الصيد القرج أحد المحتجزين من الزنتان لدى المشاشية إن أعداد المختطفين وصل إلى 16 شخصا من بينهم أطفال. من ساعة ونص في شخص مشاي جاي يركب من مطار الزنتان يعني بيصعد الطائرة. قبضت عليه لجنة الميتين في الزنتان التابعة وزارة الداخلية. جو أهل المشاشي اللي قبضوا على ولدهم في الزنتان لأن قبضت عليه لجنة الميتين، خطفوا مجموعة من قبيلة اسمها قبيلة الجروة من الزنتان حوالي 7 أو 8 أنفار يعني. حصلت ردة فعل من قبيلة الجروة، خطفوا مجموعة من المشاشي حوالي 8. تو كل واحد يطالب بأبناء إطلاق سراح المختطفين. لهذا يبي ولاده يطلع. أصدرت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة قرارا يسمح لجميع طلبة الشهادة الثانوية بالدخول إلى الدور الثاني بغض النظر عن عدد مواد رسوبها. الوزارة في خطاب لها موجه لإدارة الامتحانات أرجع ذلك للظروف العامة التي يمر بها الطالب من صعوبات مختلفة والتي أثرت سلبا على استعداداتهم لأداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بالشكل المأمول. قال وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل قال إن الوزارة ستسمح للطلبة الليبيين بتركيا بالمشاركة في الامتحانات على أن يستوفوا ملفاتهم قبل 7 أغسطس. الاقتراح أن نسمح لهؤلاء الطلبة بالدخول للامتحانات مقابل كتابة تعهد واضح يشير إلى أنه سيستوفي كل بياناته قبل يوم 7/8/2018 اللي هو قبل إعلان النتائج. من يستوفي هذه النتائج هذه المستندات ستعلن نتيجته، من لا يستوفيه لن تعلن نتيجته. وفي التعهد هو كاتب امتحانه سيلغى وكان لم يكن. شكلت وزارة المالية بالحكومة المقترحة لجنة من خبراء ماليين لمتابعة ومراجعة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة بمصرف ليبيا المركزي. وطالبت الوزارة في رسالة موجهة إلى محافظ المصرف الصديق الكبير نشرت على صفحة الوزارة بفيسبوك الأربعاء، طالبت بتقديم السجلات للمراجعة والتدقيق لحساب الإيراد العام ومطابقتها بما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة. أكد مسؤولون بشركة الخطوط الجوية التونسية استئناف رحلات لليبيا نهاية الشهر الجاري عن برمجة رحلات يومية نحو مطارات معتيقة ومصراتة وزوارة. تفاصيل القرار نتابعها في سياق هذا التقرير. بعد توقفها لمدة 4 سنوات تسعى الخطوط الجوية التونسية تونسير لاستعادة رحلاتها إلى ليبيا، ويجري المسؤولون بالشركة وديوان الطيران المدني زيارات متعددة إلى المطارات الليبية استعدادا لاستئناف الرحلات رسميا نهاية الشهر الحالي. الهدف اليوم أن نرجع على السوق الليبي إن شاء الله من اللي جينا القرار النهائي من الطيران المدني التونسي ويعطينا الإمكانية باش نرجع على السوق الليبية إن شاء الله نرجع على الأقل برحلتين يوميا إلى معتيقة، وكذلك نرجع برحلة أخرى إلى مصراتة ابتداء يعني من اللي يجي التقرير النهائي هذا من الطيران المدني وننتظر فيه باش يجينا في آخر جويلية نجم نقوله حتى أول أوت.
الخطوط الجوية التونسية كانت تستهدف عبر رحلاتها نقل نصف مليون مسافر سنويا قبل سنة 14 و2000، وستضيف الشركة قريبا خطا جديدا يربط تونس قرطاج بزوار ليبيا، وتمثل عودة الرحلات الجوية إلى ليبيا دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع التجارية والمرضى. أهمية استئناف نسق الخطوط الجوية والبحرية بين البلدين ودور ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الخطوط المتوفرة اليوم فما 3 خطوط تمشي، 10 طيارات في النهار كلهم معبين، الديفول ما بين تونس وطرابلس كل معبين، ليست داتون تقريبا 100 معدل، معناتها شوفوا قداش البوتنسيال تاع الحركة بين البلدين. الناقلة الجوية التونسية تخطط للعودة بقوة إلى ليبيا، خصوصا وأن المناخ الأمني بات ملائما بحسب المسؤولين فيها لاستئناف رحلاتها والمحافظة على مكانتها في السوق الليبية. تعاني أحياء بلدية وادي عتبة شبه انعدام تام للمياه الصالحة للشرب، وسط عجز الجهات المختصة في الدولة لإيجاد أي حلول. التقرير التالي يستعرض جانبا من معاناة البلدية. على بعد 2200 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، مواطنون يعانون لارتشاف مياه ليست صالحة للشرب، فضلا عن كونها مسببة لأمراض مزمنة لأناس يعانون الأمرين. في منطقة تساوى ببلدية وادي عتبة يضطر الأهالي لقطع مسافة 6 كيلومترات، بعضهم بسياراتهم وآخرون لا يجدون وقودا لتشغيلها، فيقطعون المسافة سيرا على الأقدام حتى يعودوا بتلك المياه العكرة لذويهم. ما عندي شيء، كان الملح كانت بالصبوف في الشيشية وقلنا لهم وعدي هاوسحب من الخزان وقلنا وعدي ورهم إياه أشحوه وشنو مالح والله لا حلق انقطع ميجوعة مرات نعدي شحوان يدوروا لأمها من هناك من همندي مرات ما نلقوها قط ها انك الخزانات 2 مليانات غير مية مالحة ليش هذا ولا يطلقوا فيها النبكر حتى مالحة ما نلقى بش نغسله. حلول مؤقتة يلجأ إليها المواطنون، فبجوار منازلهم وتحت أشعة الشمس الحارقة يضعون خزانات تبدو ملوثة من الداخل والخارج، يملؤونها بتلك المياه اختصارا للمسافات. انقطاع المياه تعزوه شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية لتوصيلات مخالفة يقوم بها المواطنون من خط الماء الرئيسي، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال وتذبذبه في ساعات أخرى، مع تهالك المضخات لقدمها وعدم صيانتها منذ سنوات، ما يجعل من وصول المياه للمنازل أمرا يكاد يكون مستحيلا. الفترة الماضية كانت لدينا مشاكل كثيرة في إتلاف مضخات داخل المحطة بالتحديد هذه المحطة، ويعزز ذلك إلى تردي في الشبكة الكهربائية داخل المنطقة، يعني تذبذب في بصفة عامة في التيار الكهربائي. لدينا عندنا توصيلات غير شرعية داخل الشبكة اللي في بعض المواطنين. صعوبات في انتظار من يحول بينها وبين المواطن في وادي عتبة، الذي يصبح بعد كل ليلة على أمل نظرة يلقيها المسؤولون عليه في بلد تديره حكومتان وترهقه الصراعات السياسية والعسكرية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني nabad.tv وكذلك صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ندعوكم من التأكد من حساب القناة الرسمية على الفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني nabad.tv، وإلى اللقاء.